وتجارة ولاد الأكابر أو تجارة الناس المسنودة في البلد، التجارة المحرمة واللي بتحصل دايما تحت عين النظام وتحت إيد النظام. بنتكلم بطبيعة الحال عن الآثار. الآثار، تجارة الآثار في مصر لها ثلاث حدود أو ليها ثلاث أعمدة رئيسية. مش هتتم التجارة ومش هيتم عملية بيع الآثار إلا إذا كان في الثلاث أعمدة دول. العمود الأول وهو المال، حد يمول عملية التنقيب ومعاه فلوس يقدر يشتري الأثر أو يقدر ييسر عملية انتقال الأثر. الموضوع الثاني وهو النفوذ، لابد من وجود حد نافذ في الدولة بطبيعة الحال، حد في الجيش، حد في الشرطة، في الوزارة، وزير. الموضوع الثالث وسيط دولي أو حد يقدر يخرج هذا الأثر. يمكن خلال الكام سنة اللي فاتت تورط بعض من سفراء بعض الدول الأجنبية والعربية في عمليات بيع وسمسرة ونهب وسرقة أثار. القضية اللي حصلت قبل كام يوم وقضية نائب العفاريت علاء حسنين فتحت الموضوع جدا، والكل بدأ يتكلم في الأثار، ويبدو أن قضية علاء حسنين هتصيب الكل.